أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة زملاء النواب، نتمنى زيارة رسمية من فخامة رئيس الجمهورية. ما نعتقده بأن هنالك مسار واحد، هو مسار 25 يوليو، فقط الانتهازي والمنافق والذي له مصالح ضيقة من يعتقد بأن هنالك العديد من المسارات. سيد الرئيس، نحن في هذا المجلس جزء لا يتجزأ من 25 جويلية، وإننا حماة ل 25 جويلية. ليس لي ما أقول في الحقيقة يعني بخصوص الميزانية، أطالب بدعم هذه الميزانية لرئيس الجمهورية وكل الدعم للسيد رئيس الجمهورية. مداخلتي بالأساس ليست مناقشة الميزانية، مش رفض لها، وإنما موافقين بطبيعة الحال عليها. نعرف يقول لك المواطن أنا ما عادش يهمني لا في الفارينة لا في السميد لا في السكر لا في الزيت، أنا يهمني مع قيس سعيد في ضرب الفساد. أما بالنسبة لمناقشة مهمة ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية، فأنا لا أناقش أمرا لا قدرة لي في تغييره، وأتحدى كل زميل يستطيع أن يغير ولو كلمة واحدة في كل المهمات المعروضة علينا. زيد النتيجة النهائية للتصويت هي 132 عضو، باعتبار أن النائب المحترم السيد هشام حسني لم يكن يعني الجهاز ما يشتغل بأمور فنية فقط.